الدكتور أحمد عاصم الملا، استشاري الحقن المجهري وجراحة المناظير النسائية بمراكز رويال للخصوبة بالمنصورة ومصر للخصوبة بالمهندسين وسي بي سي كابيتال عباس العقاد ومستشفى الكنانة بطنطا. أهلا بكم. النهاردة يوم مهم جدا وموضوع شديد الأهمية، شديد الخصوصية. كتير من الرجالة عندهم كونسبت معين وفكرة معينة أنه طالما عنده قدرة زوجية بمعنى قدرة جنسية فهو بالتأكيد يستطيع الإنجاب، وطالما هناك حالة من القذف أو طالما هناك إخراج للسائل المنوي إذن بالطبع هناك فرصة للإنجاب. كثير من الرجال للأسف مش فاهمين أنه في فارق كبير جدا بين قدرة الرجل الإنجابية ومن قدرة الرجل الجنسية. فهذه عملية وتلك عملية أخرى، ده مسار وده مسار تاني، تكوين الحياة المنوية وإخراجها في حالة جيدة، في حالة صحية جيدة، في حالة صحية صالحة لعمل الإخصاب، أمر يختلف تماما عن قدرة الرجل على الانتصاب وأداء الحالة الزوجية. ده شيء وهذا شيء آخر. وكمان برضو ما زال، ودي صعب قوي ان احنا نطلعه من دماغ الراجل الشرقي في غضون سنين قصيرة، اعتقد انه هياخد وقت، ما زال موجود بمختلف الثقافات، انه كتير من الرجال اللي عندهم مشاكل في الانجاب يصاحب هذه المشاكل مشكلة في الخجل، خجل من هذه القضية الطبية. اتكلم عنها بخجل يختلف تماما عن وصفه لأي قضية طبية تانية. احنا عندنا عموما في المجتمع الشرقي والمجتمع المصري خجل من ذكر المرض، ده مش موجود في مصر بس ولا في الشرق بس، انا شفته بره في اوروبا وفي امريكا، بس طبعا على النطاق اقل كتير وفي حتت معينه كتير، لكن ما زال اخفاء او قلق من ذكر المرض واخفائه ده شيء يعني منتشر جدا. فكتير من الرجاله بيتاخروا في العلاج وبتأخروا في الذهاب إلى استشارة طبية نظراً إن هم شايفين إن ده عيب، عيب يمس رجولتهم هم. لا، اللي يمس رجولتك أنت إنك تكون شريف، إنك تكون غيور، إنك تكون واخد بالك من بيتك كويس، إنك تكون فعلاً قوام على بيتك بصح بالصح، ده بتكسب فلوسك من حلال، ده اللي يمس رجولتك. لكن الأمراض ما تمسش رجولتك بشيء. بس برضو ارجع اقول لكم ان الكلمتين اللي قلتهم دول مش هما اللي هيحلوا المشكله، لا دي عايزه ثقافه وعايزه تربيه من الصغير، من وانت صغير في المدرسه والمناهج التعليميه يكون متضمنه للمعنى ده، عشان يكبر الانسان عارف ان اللي عنده مشكله صحيه ده لا يعير بيها، ومش تقلل من ثقته في نفسه، ومش وصمه عار، ومش حاجه تخليه يخجل. كل دي جزء من الحياه. كلنا يا جماعه خلي بالكم لينا نصيب في المرض، كل واحد ونصيبه بقى. المرض ده جزء من الحياة، صحيح بنسأل ربنا سبحانه وتعالى عفو على العافية، لكن المرض انت كل واحد بقى اللي هيجيله سكر، يجيله ضغط، يجيله نظره ضعيف، اللي شعره هيقع، اللي يجيله ألم في المفاصل، اللي عنده مشكلة في تأخر الإنجاب، كل واحد بياخد نصيبه. وزي الرزق كده ما بيتوزع، ده جزء معاه، زي ما انت بتاخد الفلوس والرزق والنعم برضو لازم تاخد حاجات من دي، وشوف بقى هتشكر ولا مش هتشكر، ولا انت بتاع الجيد والحلو بس والوحش لا. فالكلام ده مهم قوي. النهارده حوار مع ضيفي العزيز بيبدا دائما في حواره، النهارده زي ما قلت لكم موضوع دقيق وفي تركات كتيره قوي ما نسمعها النهارده مع ضيفي العزيز الاستاذ الدكتور احمد عاصم الملا، استشاري الحقن المجهري وجراحات المناظير النسائيه بمراكز رويال. اهلا بيك يا دكتور احمد، سعيد جدا بزيارتك. اهلا بيك يا دكتور ايمن ومشاهدينا جميعا اللي احنا بنستمتع ان احنا نتواجد معاهم، ويا رب يكونوا بيستفادوا من الكلام اللي احنا بنقوله، لان احنا يعني عاوزين نوصل لهم المعلومه بصوره مبسطه ويبقوا عارفين ايه الصح وايه الغلط وايه اللي يتعمل وايه اللي ما يتعملش. هو المشكله دلوقتي طبيا ان في حاجات كتيره بدات تتعمل بتضر اكتر ما تفيد، لان مش هنا بطريق مش صحيح. هو القصه ازاي اهيئ الطريق الصحيح للزوجين عشان يوصلوا للهدف بتاعنا كلنا، انه يحصلوا على الانجاب او الحمل. الازوسبرميا يعني ازوسبرميا يعني مفيش حيوانات منويه
في السائل المنوي. يعني الزوج ده لما يجي يعمل تحليل سائل منوي نلاقي العدد زيرو، مفيش حيوانات منوية، وبالتالي مفيش حركة أو تشوهات، لا مفيش حيوانات منوية. فاحنا الحالات دي بيبقى فيه جزئين منها، جزء حاجة اسمها obstructive يعني نتيجة انسداد في الطريق ما بين مكان التصنيع وما بين خروج الحيوانات المنوية، أو جزء non-obstructive ده بيبقى جزء خاص بهرمونات وجزء خاص بحاجة تانية وأمراض تانية تؤثر على إخراج الحيوانات المنوية. وبالتالي الحالتين دول إحنا بنلجأ إن إحنا نروح ناخد الحيوانات المنوية عند الأزواج دي من الخصية، وبنقول لهم أنتوا حلكوا هو الحقن المجهري مع أخذ عينة من الخصية. تخيل بقى دكتور أيمن إن في سنين فاتت الناس دي ما كانش ليها حل، لما كان في عندنا تقنية قديمة اسمها أطفال أنابيب. الناس لحد دلوقتي مش فاهمة إيه الفرق بين الأطفال أنابيب والحقن المجهري. هو فرق معملي بحت، يعني هما نفس الخطوات لحد خطوة المعمل. في أطفال الأنابيب إحنا كنا بنسيب الحيوانات المنوية عدد تقريباً من 50 لـ100 ألف حيوان منوي حوالين البويضة ويلقحوها بالطرق الطبيعية، يعني اللي بيقدر يوصل بيلقحها. طب مشكلة زي الناس دي اللي هي ما عندهاش أصلاً حيوانات منوية، أو العدد قليل قوي 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 ما يوصلش للـ50 والـ100 ألف، كانش ليهم حل زمان لما طلع الحقن المجهري. أيام أطفال أنابيب، بس أطفال أنابيب. أيام بقى طلع الحقن المجهري إن إحنا قدرنا ناخد حيوان منوي واحد ونلقحه وندخله جوه البويضة بتاعتنا، وبالتالي نحصل على جنين من حيوان منوي وبويضة. طب أنا مش عارف أجيبه من السائل المنوي، بروح أدور عليه في مكان التصنيع بتاعه وهو الخصية. عشان كده برضو بقى الناتج بتاعي انا والدكتور الذكوره اللي هو الحيوان المنوي من الزوج والبويضه ويلقحوها ومعاهم اجهزه متميزه. ده مقومات نجاح اي عمل خاص بعمليه الحقن المجهري، او مقومات نجاح اي مركز خصوبه عشان تقول عليه مركز خصوبه محترم او مركز خصوبه انت تروح له. يبقى لازم يكون فيه المقومات دي. هيجي لك المريض مش المريض، الكلاينت اللي عنده رغبة في الحقن المجهري هيبدأ يعمل تحاليل أكيد من خلالها نقدر نشوف حالته عامل إزاي. تمام. هو عمل التحليل السائل المنوي المبدئي لقيته آزو زي ما حضرتك كنت نتكلم النهاردة على الآزو سبيرميوم. هقوم أنا بدوري محوله عندي لدكتور الذكورة اللي معايا في نفس المركز، حضرتك الفلاني الفلاني عنده أزوسبرميا، وابتدي فحصه وشوفه. هو أزوسبرميا يعني إيه؟ يعني لا يوجد عنده سائل حيوانات منوية في السائل المنوي. وبالتالي إحنا خطتنا إحنا الاثنين إن هنروح ناخد من الخصية، بس مش هنقول له قوم يلا افتح الخصية النهاردة. وده بقى الأخطاء اللي بنشوفها يا دكتور أيمن. واحد عمل التحليل ده راح بيه لدكتور جراحة أو دكتور مسالك، قال له لا ده أنت عندك انعدام في الحيوانات المنوية، تعال ما نفتح لك الخصية وناخد لك. وبيعمل الكلام ده في مش في مركز خصوبة، راح ياخد له في مستشفى خارجية ولا هي مركز خصوبة ولا حاجة، يقول لك عاوزين ندور نشوف عندك حيوانات منوية ولا لا. ده أنت مش دورت، أنت قضيت عليه لسببين. أولا أنت النهاردة لما طلعت لو طلعت منه حيوانات المنوية وديتها فيه، انت قلت له انا عندي حيوانات منويه، طيب الحمد لله، طب جمدتها استفدت بيها ما استفدتش بيها. حضرتك لما فتحت له كل ما حضرتك بتفتح الخصيه دي بيحصل فيها مكانها حاجه اسمها تليف او فايبروزيس، فممكن النهارده فتحت لقيت حيوانات منويه بكره اجي افتح ما الاقيش. طب حضرتك عملت له تحاليل هرمونات، في تحاليل هرمونات الغده النخاميه اللي اف اس اتش والال اتش، التستوستيرون توتال والفري تستوستيرون، في حاجه اسمها الانهيبين بي، دي حاجات عشان اتوقع الخصيه دي ممكن تطلع ولا لا، وفي تحليل وراثه، ما يمكن يكون هو كلين فلتر يكون عنده خلل وراثي اصلا. ده بيبقى عن فلتر ده اكس اكس واي، بيبقى يعني 47 اكس اكس واي، بيبقى ده عنده خلل وراثي وهو ده اللي مسبب الازوسبرميا اللي عند الزوج ده. ومع ذلك في حالات من الكلين فلتر على الرغم ان فرص تطلع فيها الحيوانات المنويه بتبقى قليله، في حالات بنلاقي فيها حيوانات منوية. بس بعد التحضير الجيد وخصوصا ان حصل ثورة كبيرة في قصة استخراج الحيوانات المنوية من الخصية. زمان كانوا بياخدوا الحيوانات المنوية من الخصية دي بالجراحات العادية
كان ياخد هبهزرت كده يا دكتور ايمن اللي هو ياخد حته من الخصيه ويحللها وخلاص. فللاسف ان هو مبقاش عارف الاماكن اللي ممكن ياخد منها وبيضر الخصيه ضرر بالغ. دلوقتي طلع حاجه احدث واعلى كتير اسمها الجراحات الميكروسكوبيه للخصيه. الميكروسكوب الجراحي ده بيحدد الاماكن اللي ممكن يتواجد فيها حيوانات منويه، بيكبر ده شكل الميكروسكوب الجراحي اهو اللي هو بيخش يبص ويكبر الخصيه دي كتير ويبتدي يدور على الاماكن اللي ممكن يطلع منها الحيوانات المنويه، وبالتالي بتبقى نسب نجاحه اعلى من الجراحات العاديه. وانا جالنا مرضى كتير فتحوا الخصيه مره واتنين ما لقوش حيوانات منويه، وبعد ما اتحضروا جيدا مع دكتور الذكوره في المركز وجم يفتحوا الخصيه بالجراحه الميكروسكوبيه عن طريق الميكروسكوب الجراحي ده لقوا حيوانات منويه. يبقى هي القصه كانت التحضير الغير جيد الاول والاجهزه اللي مش متقدمه اللي ما عرفتش اطلع منها الحاجه اللي انا عايزها. بس انا بقى بنصح الزوج والزوجه دول نصيحه. واحنا ليه بنتكلم؟ هتقولي انتوا بتتكلموا على الموضوع ده انتوا بتوع النساء ليه؟ المشكله الكبيره اللي بنلاقيها ان الزوج بينسى بقى الموضوع، بيقول لك انا المشكله فيا، هروح بقى اشوف نفسي مع دكتور الذكوره واخد العينه والكلام ده. اقول له لا، قمه الغلط. ليه؟ ساعات نلاقي الحيوانات المنويه دي عددها قليل قوي، لما نيجي نستخرجها من الخصيه ما تنفعش تتجمد، ويمكن ما يطلعش تاني حيوانات منويه. يبقى انا ضيعت عليه فرصه ذهبيه ان هو كان ممكن زوجته دي تبقى متحضره وجاهزه، والحيوانات المنويه القليله اللي طلعت دي بعديها بنص ساعه ولا ساعه دخلت زوجته وسحبت البويضات ولقحتهم وعملت اجنه. طب لو الزوجه مش متحضره؟ لا، ده انا لسه هحضر الزوجه وهجمد الحيوانات المنويه دي، احتمال لما اجي افكها الاقيها ماتت، ما الاقيهاش كويسه. طب انا لسه فاتح له الخصيه من كام يوم ولا من شهر مثلا، هل ينفع افتح الخصيه تاني؟ لا، ده انا محتاج 6 شهور عشان اعرف افتح الخصيه دي تاني، ويا عالي ما طلع يا ما طلعش. يبقى ليه انا عملت فيه كده؟ هيقول لي طب زوجتي هتتحضر على الفاضي؟ هقول له مش احسن ما نضيع عليك فرصه كامله؟ انا مش هدخل زوجتك العمليات الا ما الدكتور معمل اجنه عندي يقول ان انت طلعت حيوانات منويه، بس تبقى جاهزه ستاند باي كده. يقول لي اوكي، اقوم مدخل حضرتك، ويكون دكتور الذكوره بتاعي حضرك جيدا. وهي دي الحالات فعلا اللي بتنجح وبيبقى نسب نجاحها في الحمل كويس في الحقن المكاري. وكتير من الحالات دي اللي اتحضرت جيدا وفتحت جراحات ميكروسكوبيه بعد مره واثنين وثلاثه جراحات عاديه لقينا فيها حيوانات منويه، والزوجه لقحنا البويضات بتاعتها وعملوا اجنه وزرعناهم جوه الرحم بتاعها وحملت. يبقى احنا اديناهم الفرصه الصح او الطريق الصح. المشكله في الحالات دي ان كتير منهم بيتحضر غلط، وبالتالي بيبقى جزء من فشل العمليه هو التحضير الخاطئ وليس ان هو ما عندوش او في مشكله. ايه الفرق بين تقييمك الطرق القديمه في التعامل مع الحاله والطرق الحديثه؟ الطرق القديمه زي ما قلت لحضرتك كانت بتضر الزوج، حاله الانعدام الحيوانات المنويه اللي هو احنا مركزين في قصه اللي هم الازوسبيرم. انه احنا عملنا تحليل للسائل البنوي لا يوجد حيوانات منوية. ان الطرق القديمه ما كانوش كانوا بيعتمدوا على ان هو ياخد عينات من الخصيه بطرق عشوائيه، وبالتالي ما كانش في بعض الحالات دي كتير ما مش قادر يجيب مكان الحيوانات المنويه الصحيح. ده واحد. تاني حاجه، اخدوا عينات كتيره من الخصيه زي ما حضرتك عارف بيخلي الخصيه دي يحصل فيها تليف، وساعات حجمها يبتدي يصغر، وبالتالي لما يجي يفتح بعد كده مش قادر يجيب منها. لا، الجراحات الميكروسكوبيه هو محدد المكان اللي هيروح فيه، مكبر الحاجه دي الاف المرات عشان يعرف يجيب المكان ده. اخده للعينه بتبقى اكثر دقه، وبالتالي فنسب نجاح اعلى. فقلنا ان كل مركز عشان يبقى مركز متميز لازم يكون عنده حاجات الحديثه كلها اللي تاهله للتميز ده. يعني لازم يبقى عندي في المركز ده حاجه اسمها الميكروسكوب الجراحي، ما ينفعش ان انا لسه ماشي بالتقنيات القديمه وبضر مرضايا بدل ما افيدهم. لا، انا عاوز افيدهم، يبقى اديهم الحاجه الاحدث عشان في الاخر نوصل لنسب نجاح عاليه باذن الله سبحانه وتعالى. انت نورتني واسعدتني. الضيف العزيز الاستاذ الدكتور احمد عاصم الملا كان في كعادته مبدعا في الناس الحلوه. خليكم دايما مع الناس الحلوه.